لاعب ناشئين أشبال، وأنا أتعلم في مهارات كرة الطائرة، وتعلمنا مهارات كثيرة وتعلمنا كيفية إتقانها من المدربات، وإن شاء الله في المستقبل نلعب في منتخب عمان لكرة الطائرة. طبعاً إحنا بدينا في انتقال لاعبين من خلال ثلاث مدارس في ولاية الصحاب، عملنا لهم اختبارات بدنية ومهارية، شفنا الأفضل، بدينا ندربهم ونعلمهم المهارات الأساسية في اللعبة، وكذلك القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، الانتماء، الالتزام. شارك في لعبة الهوكي لإعداد ناشئين الأشبال، وأطمح أن أكون لاعب كبير في الهوكي، وأن أصحابي يتعلموا من هذه اللعبة. أود أن أكون في لعبة في المنتخب، واستفدنا كثيرا من الأشياء، منها التمرين والتصويب، وأيضا استفدنا منها القوة والشجاعة. I wake up in the morning and then I go to schools, and then after I finish school I come here and I feel it's really fun at swimming here. It's really nice. بعد فترة شهر تقريبا اللاعبين الحمد لله تحسن عندهم مستوى الأساسيات اللعبة والمهارات اللي يجدوها، وهي طبعا كرة الطائرة الشاطئية يجب أن يكون عندك الإعداد، إتقان الإعداد وإتقان الاستقبال. في مركز إعداد الناشئين أشبال بلعبة كرة الطائرة. أنا أحب هذه اللعبة لأنها تنمي قدراتي وأقضي وقت فراغي هنا، وأنا سعيد جدا بهذه اللعبة، وطموحي أن أكون ألعب في نادي صحاب ثم أصبح لاعب منتخب. نعلمهم طريقة القيادة الصحيحة للدراجة، أول حاجة تكون سلامتهم، التكنيك كيف يعني اللف، ولأن الدراجة مش بس اركب دراجة وروح يعني، فهمت؟ فيها تكنيك سبيشل عشان اللف وسلامة اللي وراه، وسلامته هو قبل كل شيء. وأنا أحب كرة السلة لأن الأسباب كثيرة، لأن مقوماتها الروح الرياضية وروح اللعب الجماعي وروح التعاون، وأنا دخلت في مباريات كثيرة ومنافسات كثيرة، وأنا أطمح في المستقبل لأكون لاعب كرة سلة من منتخب عمان. بدينا مع الشباب نعلمهم طبعا اساسيات اللعبه من الفور هاند والباك هاند والفور سبين والتوب سبين، هذه الفنيات والاساسيات التي لازم تكون مع كل لاعب مبتدئ في لعبه كره الطاوله.